عم نتأمل مع بعضنا البعض عن الأمور الأخيرة، البعض بسموها الأخرويات، أي آخر ما سيأتي على هذا العالم. كتار منا عندهم أسئلة عن مجيء المسيح الثاني، وشو الضيقة العظيمة، وشو الاختطاف. عم نتناول هالموضوع، ما فينا نطول في كتير الأحد مثل هذا الوقت. أنا بتذكر مرة علمت لأكثر من سنة ونص سفر الرؤيا آية بآية وإصحاح بإصحاح بدرس الكتاب. درس الكتاب بإمكاننا ندخل بالتفاصيل، لكن باجتماع نهار الأحد مضطرين نمر على الأمور نوعا ما بسرعة. فنحن تأملنا بأكثر من وعظة عن علامات مجيء المسيح، وتأملنا عن الاختطاف كيف رح يتم. ومن فضل يكون فيكم تروح على الفيسبوك تبع الكنيسة أو الويب سايت تبع الكنيسة، وفيكم تشوفوا صوت وصورة، فيديو وكلام هذه الوعظات. المرة الماضية تأملنا بشخصيتين رهيبين، اثنين بسميهم وحوش، وحش رح يطلع من الماء من البحر، ووحش رح يطلع من الأرض، واحد بيشبه النمر ورأسه مثل الأسد وإجريه مثل الدب، وشفنا هاي كلها رموز إلى معنى، شفنا شو معناتها، وآخر يشبه خروف، والثاني سيعطي سلطة روحية للأول، والتنين الشيطان سيعطي السلطة للثلاثة، وهذا الثالوث الأنجس. نحن نؤمن بالآب والأب والروح القدس، وهذا الثالوث النجس. وتأمل أنه هذا الشخصية الوحش، خاصة الوحش الأول اللي بنسميه ضد المسيح أو المسيح الكذاب، هو أكثر شخصية تكلم عنه الكتاب المقدس بالعهد القديم والعهد الجديد من بعد الرب يسوع المسيح. واليوم رح نتأمل مع بعضنا البعض عن الضيقة العظيمة، The Great Tribulation. ومثل ما قلنا مرة الماضية، وأنا عم بمشي شوي شوي لذكركم أحبائي قبل ما نقرأ وندخل بالوعظة، ركزوا معي شوي. مثل ما قلنا مرة الماضية إنه الوحش هيدا اللي حكي عنه برؤية 13 وبعدة مقاطع كتابية، هو أكثر شخصية تكلم عنها الكتاب من بعد المسيح. مرحلة الضيقة العظيمة هي 7 سنين، لكن هي أكثر مرحلة بتاريخ الكرة الأرضية اللي تكلم عنها الكتاب بالعهد القديم والعهد الجديد. ليه؟ لأنه هاي 7 سنين رح تكون خطيرة، رح تكون فظيعة، رح تكون قاتلة على مستوى مش بس الناس، ولكن على مستوى الكرة الأرضية، بل على مستوى نظامنا الشمسي. وتخصص لها مقاطع عديدة أحبائي، من متى 24، مقاطع عديدة من حزقيال، مقاطع عديدة معظم سفر دانيال، وسفر الرؤيا بغالبه تخصص ليوصف هاي المرحلة 7 سنين. قال له الرب يسوع المسيح ليوحنا لما ظهر له، قال له أنا بدي أقول لك عن مكان وما هو قائم الآن وما هو عتيد أن يكون. ما هو قائم الآن أي الكنائس السبعة اللي كتب له برؤية 2 و3، وما هو عتيد أن يكون بغطي بقى سفر الرؤيا. اسمعوني، من إصحاح 6 لإصحاح 19، 14 إصحاح تخصصوا ليوصفوا هذه الفترة الضيقة العظيمة 7 سنين. من أشرس مراحل، مش من أشرس، أشرس مرحلة تأتي على هذه الفانية منذ خلقه وتأسيسه وجود الإنسان عليها، رح تكون هذه 7 سنين. فبصلي أنه نركز مع بعضنا حتى نفهم هالموضوع. اليوم أنا بدي أسمي وعظتي Mission Impossible، المهمة المستحيلة، أني أقدر غطي كل سفر الرؤية بكل اختصار بوعظة واحدة. لذلك نقف مع بعض ونقرأ من كلمة الله من رؤيا يوحنا إصحاح 16. بقول وسمعت، مرت ما تأملنا بإصحاح 13 و14 ومرقنا شوي على 12 وشفنا عن هول الوحشين والتنين، لكن هون منشوف كيف ستجري الضربات في الضيقة العظيمة.
وسمعت صوتا عظيما من الهيكل قائلا للسبعة الملائكة: امضوا واسكبوا جامات. جامة هي جمع جامات، جمع جامة، جامة ينتصت أو جاط، جامات غضب الله على الأرض. فمضى الأول وسكب جامه على الأرض، فحدثت دمامل خبيثة وردية على الناس الذين بهم سمة الوحش والذين يسجدون لصورته. ثم سكب الملاك الثاني جامه على البحر، فصار دما كدم ميت. مش بس دم، دم فاسد أنتن مثل دم الموتى. وكل نفس حية ماتت في البحر. ثم سكب الملاك الثالث جامه على الأنهار وعلى ينابيع المياه، فصارت دما. وسمعت ملاك المياه يقول: عادل أنت أيها الكائن. أقول أف ظالم أنت، لكن الملك عم بيقول عادل أنت أيها الكائن والذي كان والذي يكون. ليه؟ لأنك حكمت هكذا، لأنهم سفكوا دم قديسين وأنبياء فأعطيتهم دما ليشربوا. لما الإنسان بيسفك دم الإنسان وخاصة المؤمنين ما بيعتبره أمر فظيع، لكن الله يحول الأنهار لدم هذا أمر فظيع، لكن الله يرى ذلك عادل. وسمعت آخر من المذبح قائلا: نعم أيها الرب الإله القادر على كل شيء، حق وعادلة هي أحكامك. ثم سكب الملاك الرابع جامه على الشمس، فأعطيت أن تحرق الناس بنار. عشان هيك قلت لكم بتأثر مش بس على الكرة الأرضية ولكن على النظام الشمسي أيضا. فاحترق الناس احتراقا عظيما وجدفوا على اسم الله الذي له سلطان على هذه الضربات، ولم يتوبوا ليعطوه مجدا. ثم سكب الملاك الخامس جامه على عرش الوحش، فصارت مملكته مظلمة، وكانوا يعضون على ألسنتهم من الوجع، وجدفوا على إله السماء من أوجاعهم ومن قروحهم، ولم يتوبوا عن أعمالهم. ثم سكب الملاك السادس جامه على النهر الكبير الفرات، فنشفت ماؤه لكي يعد طريق الملوك الذين من مشرق الشمس، أي ما وراء الفرات. ورأيت من فم التنين ومن فم الوحش ومن فم النبي الكذاب ثلاثة أرواح نجسة شبه ضفادع، فإنهم أرواح شياطين صانعة آيات تخرج على ملوك العالم وكل المسكونة لتجمعهم لقتال ذلك اليوم العظيم، يوم الله، مش يوم الشيطان ولا يوم الوحش، ولكن يوم الله القادر على كل شيء. ها أنا آتي كلص، عم بيقول الرب. انتبهوا يا بشر، اللص ما بيعطي موعد للإنسان بس بده يجي يسرق له بيته. هناك عنصر مفاجئة. أنا آتي كلص، طوبى لمن يسهر ويحفظ ثيابه لئلا يمشي عريانا فيروا عورته. فجمعهم إلى الموضع الذي يدعى بالعبرانية هر مجدون، أي جبل مجدو. ثم سكب الملاك السابع جامه على الهواء، فخرج صوت عظيم من هيكل السماء من العرش قائلا: قد تم. فحدثت أصوات ورعود وبروق، وحدثت، تأملوا بهذه الآيات الأخيرة من هذا الإصحاح، وحدثت زلزلة عظيمة لم يحدث مثلها منذ صار الناس على الأرض، زلزلة بمقدارها عظيمة هكذا. وصارت المدينة العظيمة ثلاثة أقسام، ومدن الأمم سقطت، وبابل العظيمة ذكرت أمام الله ليعطيها كأس خمر سخط غضبه. وكل جزيرة هربت، وجبال لم توجد، وبرد عظيم نحو ثقل وزنة نزل من السماء على الناس، فجدف الناس على الله من ضربة البرد لأن ضربته عظيمة جدا. يا رب ضع بقلوبنا خوف، لا لنخاف منك لكن لنخافك،
ونرجع إليك ونتوب عن أي ضعف أو خطية أو معصية. يوم الأيام هذا العالم اللي نحن بنشوفه من حولنا رح ينخض وينهز ويتزلزل ويحترق بنار. ساعدنا أن لا نضع لا قلوبنا ولا اهتمامنا على هذا العالم، بل عليك أنت الرب، رب الأرباب، ملك الملوك، لك المجد. أعطي نعمة لنقدر نفهم كلامك اليوم باسم الرب يسوع، أمين. تفضلوا بالجلوس. قال لما بتجي الساعة واليوم والشهر والسنة معينة رح يجي الرب في وقت معين. ربنا يسوع المسيح سيأتي وقت مجيئه وتبدأ سلسلة هذه الأحداث، وكل المشاكل اللي صارت في هذا العالم ستكون كلا شيء أمام تلك الفترة. لكن أعزي المؤمنين بيننا، نحن ما رح منكون هون. مين نحن؟ مش الإنجيلية، مش المعمدين، مش لا لا، كل من ولد من الله، كل من تابع خطاياه وقبل المسيح، رح يجي الاختطاف ويجي الرب يخدنا، ومن بعدها رح تبتدئ سلسلة متسارعة من الأحداث. ولكن هناك عدة أفكار حول سفر الرؤيا، وأنا بعرف كتار مؤمنين ما بحبوا يقروا سفر الرؤيا غير العالم، بقول لك قرينا وارتعبنا، أو قرينا ما فهمنا شيء. فهناك عدة أفكار عن سفر الرؤيا، البعض بيقولوا لا يرتاحوا من الوضع، هاي أمور رمزية تمت على أيام يوحنا. الوحش هو نيرون أو هو الإمبراطور دوميتيانوس أو غيره، قيصر روما، كل هالأمور اللي عم يحكي عنها هي كانت العذاب والاضطهاد اللي كان يحصل على المؤمنين. وأنا تعلمت كذلك في كلية لاهوت، هكذا علمني الأستاذ. قال لأنه الرب كان عم يحكي مع الكنائس السبعة، فلازم هالأمور تكون تمت على أيام الكنائس السبعة. فالرب بده يعزي الكنائس ويقول له الاضطهاد بده ينتهي. ولكن احنا بنقرا يا احبه بساعة 4 قال له الرب يسوع ليوحنا اصعد الى هنا، وهذا صورة الاختطاف، لكي اريك ما لابد ان يكون بعد هذا. عم يحكي عن المستقبل، امور سوف تكون. بس انا بتذكر انه انا وغيري تسألنا سؤال لاستاذنا، انه الاضطهاد الروماني، والفكرة هيك أرجوكني أحب أسمعوني لأنه مهمة الفكرة بعدين نمشي بسلسلة الوعظة. الأستاذ كانت الأرجمنت تبعه، ومش هو مخترع هذه الفكرة، هناك كثيرين من اللي بيفكروا من هذا الموضوع بهيك الموضوع، إنه لما كتب لهم قال له اكتب إلى ملائكة الكنائس السبعة وبده يعزيهم، فإذا قال لهم بعد 2000 سنة أو 2500 سنة بده يجي المسيح ما بيتعزوا. أنا بتذكر وقت سألت الأستاذ، قلت له إمتى أستاذ انتهى الاضطهاد على الكنيسة الأولى؟ انتهى بالحقيقة بمجيء قسطنطين القيصر يلي اهتدى إلى المسيحية بسنة 312 ميلادية. قلت له فلو أنا عايش بلاودوكية أو أفسوس أو سميرنا، هالمدن هايدي، وإجا حدا قال لي الاضطهاد اللي عليكم العنيف بدي ينتهي بعد 250 سنة أو بعد 2500 سنة، بتعني نفس الشيء لألي؟ مزبوط؟ إذا أنت هلأ بضعف، نحن هلأ بمشكلة، عم يضطهدونا، عم بيقتلوا فينا، حدا قالنا بعد 250 سنة بدي يوقف القتل أو بعد 2500 نفس الشيء. فالأرجمنت إنه لازم يتطبق على أيامهم لأنه انكتبت لإلهم مش نافعة، لأن الاضطهاد استمر عليهم 250 سنة أو أكثر من بعد 270 سنة 280 سنة من كتابة السفر. فهناك من يحب انه يرتاح من سفر الرؤيا، خي صار بهذيك الايام انتهى ما تشغل لي بالي. والبعض بيقول لك خي الامر كثير رمزي مش هيك ما حدا بيقدر انه يفهمه، والبعض بيقولوا انا قريته وارتعبت منه فكل شيء ولا سفر الرؤيا، ما حدا بيقدر يفهم سفر الرؤيا. من الساعه 6 لاصحاح 19 هناك سلسله من السبعات رح نجرب انه نمشي عليها بسرعه شوي، لكن كل هالسبعات هودي موجودين ضمن هالصوره اللي انت شايفينها. قال شاف سفر ملفوف ومختوم بسبعه ختوم. شو يعني مختوم بسبعه ختوم؟ لما من زمان وبالجاي لما باب بيتسكر بالشمع الاحمر
بينختم، ممنوع حدا يفتحه، ما هيك؟ القبر يلي دفن فيه الرب يسوع المسيح قال ختموه بختم الروماني لحتى ما حدا يسترجي اللي بيفتحه كسر القانون الروماني، يا ويله. فهيدا السفر مختوم بسبعة ختوم، يا مختوم بالكامل، يعني ممنوع حدا يدق فيه. وقال مين بيستحق انه يفتح هذا السفر ويفك ختومه ويقرأه؟ في السماء وعلى الأرض. والجواب ما حدا استرجى يفتح السفر. إذا السفر ختمه الله، مين بيسترجي يفتحه؟ ما هيك؟ مين ختمه للسفر بالسماء؟ ربنا. والغريب إنه هناك في السماء الملائكة ورؤساء الملائكة، ميخائيل وجبرائيل وغيرهم، هناك القديسين والأنبياء الذين سبقونا، بطرس وبولس تبع العهد الجديد وإبراهيم والعهد القديم. بين هودي كلهم ما حدا كان مش متجرئ مستحق أن يفتح السفر. لما يوحنا شايف إنه لا بالسماء ولا على الأرض حدا مستحق يفتح السفر ويفك ختومه، ابتدأ يحزن ويبكي. إجا ملاك طبش له على كتفه قال له ما تبكي، الخروف مستحق أن يفتح السفر ويفك ختومه. وكل حقيقة أحبائي كانت تكشف ليوحنا لما مثل هذه، بتلاقي السماء هتفت، 24 شيخ قاعدين على 24 عرش عم يهتفوا ويقولوا له أنت مستحق. مين أنت؟ بنفس الإصحاح خلال ثلاث آيات بقول هو الأسد، بعدين بقول هو الخروف يلي كان مذبوح. أسد وخروف بتصير، أسد لأنه الملك والخروف لأنه الوديع ولأنه الذبيح الذي ذبح لكنه قام. فخرت الملائكة 24، البعض بيقولوا بتمثل هودي بيمثل الكنيسة، البعض بيقولوا هو بيمثل 12 صبت العهد القديم 12 رسول العهد الجديد، على كل حال هو بيمثل شعب الله. شالوا أكاليلهم وضعوها عند أقدامه وقالوا له أنت مستحق أن تأخذ السفر وتفتح ختومه. ليه؟ لأنك ذبحت واشتريتنا. إله كل المجد. هيدا هو الحجر يلي تنبأ عنه دانيال أمام تمثال ملوك وممالك العالم، جبروت ممالك العالم وتعاقب ممالك وإمبراطوريات العالم من الفرس إلى الأشوريين والكلدانيين إلى اليونان إلى الرومان، أعظم الإمبراطوريات. تمثال نبوخذنصر يلي حلمه والحلم أفزعه، ودانيال فسر له الحلم، قال بالآخر شاف حجر مقتطع بغير يد، مش إيد قطعته من جبل وطرق ضربة لهالتمثال عند أقدامه وانهار كله، كل ممالك العالم ستنهار لأنه جاي. قال بعدين تحول هذا الحجر الصغير وصار جبل عظيم ملأ الأرض كلها. وهذه صورة للرب يسوع المسيح، هو صخر الدهور أحبائي، هو أساس الكنيسة، له كل المجد. من وقت بلش يفتح الأختام واحد ورا الثاني واحد ورا الثاني، بتبدأ المصائب على الأرض، والمصائب تشمل السماء والأرض. بقول النجوم صارت تتساقط مثل ما بتشلح شجرة التين سقاطة. أحيانا بيكون في شجرة ولما بيستوي تير ثمرة وما حدا عم بيقطفه بيصير ينزل الأرض ويفقش، بينزل ويفقش بيصير يتساقط. وبقول نجوم السماء تساقط، وما عم يحكي عن النجوم لأنه أنتم بتعرفوا يا أحبة ما في وقت أن نمرق بكل واحد لأنه بدنا نغطي 14 إصحاح، لكن كل ما يفتح ختم يصير في كارثة معينة على الأرض والناس ما عم بتوب. رقم 7 من كل هالسبعة هودي بيكون هو أول فتح أول جزء من المجموعة السبعة الثانية، يعني الختم السابع هو فتح السبع أبواق، والبوق السابع هو فتح السبع رعود، والرعد السابع هو فتح السبع جمات. لما بيفتح الختم السابع
وبيظهروا بالأول مسيح كان عم بفتحون، هلأ صاروا ملائكة، كل ملاك حامل بوق وبده يبوء. قال ما يبوءوا صار في صراخ من واحد من الملائكة في السماء وقال لهم وقفوا، ما تبدأوا تضروا الأرض ومن فيها إلى أن حرب تذكر شو؟ نختم عبيد إلهنا على جبائهم. وبفترة هاي السبع سنين كل الناس مختومة، كل الناس مختومة مختومة، هذا لي. هناك عبيد الله مختومين على جباههم بختم المسيح، وهناك الذين سيقبلون الوحش مختوم على جباههم ويدهم اليمنى بسمة الوحش. منشان هيك نحن قرينا، نحن عم نقرأ بإصحاح 16 إن لما ربنا بده يكون عم يضرب ويموت الساكنين على الأرض، قال يلي ما قبلوا سمة الوحش هودي الرب رح يحفظهم. أمين. رب عنده دائما أحب طريقة يميز أولاده. بتقول لي طب منين هو المؤمنين؟ ما أساس المؤمنين يختطفوا؟ ما بتضيع العظيمة، في ناس بعدها عم تقرأ بالإنجيل، بعدها عم تقرأ بالكتاب، بعدها رح بتآمن. قال له عمهلك لنختم عبيد إلهنا على جباههم. من بعد ما ختمهم قال حدث صمت في السماء نحو نصف ساعة، صمت سكوت. حدا قال بالسماء ما في نسوان؟ لو في نسوان ما كان قدر سكتوا نص ساعة، ما بظن شيء مزبوط. لكن حدث صمت نحو نصف ساعة، وكل من يدرس كلمة الله يعرف المقصود بذلك هو هدوء ما قبل العاصفة، هو رهبة ما سيحصل من جراء نفخ هذه الأبواق السبعة. ونشوف إنه العنف يتزايد والقسوة والضيقة تتزايد وتعنف مع الوقت. هذه الأبواق ستسبب دمار وخراب وموت. ثلث بيذكر ثلث 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 عدة مرات، أحد هؤلاء الأتلات إذا بدكم، ثلث الأشجار في الأرض سوف تموت، ثلث الخضار، ثلث النبات، ثلث البحار سوف تتحول إلى دم وتموت كل الخليقة التي في البحار. يعني كل شيء في سمك وكل شيء في مطاعم سوشي راح بتسكر بهذاك الوقت لما في سمك، الأسماك كلها ماتت. ثلث الأنهار ضربت، حتى الشمس ثلثها لم تعد تعطي ضوءها، والقمر ثلثه لم يعد يعطي ضوءه، والشمس ثلثها ما بقى رح، النجوم ما بقى رح ضوي. وأنا بظن مش إنه الشمس ثلثها بطل يضوي وكل نجوم السماء بتطفي، لكن من عنف الموت والنار والحرق واللي رح يصير، رح يصير فيه ضباب ورح يصير فيه كثافة دخان فظيعة لدرجة تحجب أنوار الفلك. ما بعرف كم واحد منكم بيتذكر من حوالي 5-6 سنين انفجر بجرينلاند، يعني هيك دولة غرب شمال أوروبا، بركان كبير وغطى سما تلتين أوروبا، وبقي على بعد 10 أيام أو أكثر ملغات كل الرحلات الجوية، هو بركان فقع. كم بالحر لما تمرق بهذه المرحلة وتقول الشمس ما بتعطي ضوءها والقمر لا يعطي ضوءه؟ هل يا ترى إنه الشمس نفسها ربنا رح يغير شيء بتكوين نظامنا الشمسي؟ ما بعرف، لكن هون على الأرض أيضا ثلث الناس ستموت، ثلث سكان الأرضي الكرة الأرضية رح بتموت. بعدنا بالأبواق بعد ما وصلنا على الرعود وعلى الجامات. يعني اليوم إذا في 7 وشوية بليون مليار إنسان، الثلث تبعهم 2.5 مليار ناس رح بتموت. مش بس رح بيكون في غضب الله على الناس، ولكن غضب الشيطان أيضا. قال الشيطان رح يجي عارف عنده غضب عظيم، ليه؟ لأنه عارف أنه عنده مدة قصيرة، مدة يسيرة، عنده زمن قصير بده يعمل اللي بيقدر أنه يعمله. برؤية يوحنا بيقول أنه إصحاح 9 قال انفتحت الهاوية وطلع من الهاوية، من بئر الهاوية جحافل كالجراد من الشياطين. يعني كأنه الشياطين اللي على الأرض اليوم ما بيكفوا، كأنه الشيطان والأرواح الشريرة الفلتاني بالعالم
وعم تلعب بعقول الناس وتضل اليوم ما بكفوا. لأن نحن منعرف إن لما سقطوا الملائكة جزء منا الرب تركه طليق على الأرض، لأن العالم هذا وضع في سلطان الشيطان، وجزء منا تركه مقيدة في قيود الظلام حتى هذا النهار، وطلعوا من تحت يصلوا المؤيدين وعندهم غضب عظيم لحتى ينتقم الشيطان من الساكنين على الأرض. وبيوصف أشكاله، بقول شعره كشعر النساء، وجهها كوجه الأسود، لها أذناب كالعقارب. مش معناتها حدا راح جاب الصفات حطها وطلع مخلوق عجيب. انتبهوا يا أحبة، ما عم بقول دنبة دنبة عقرب، عم بقول كا. تعرف شو يعني كا؟ يعني تشبيه. لكن أنا بظن من خلال كل صفة عم بجرب يقلنا مدى شراستها ومدى عنفها ومدى شرها. اليوم إذا بس ذكر الشيطان، قول الشيطان، بتلاقي الناس ارتعبت، كش برا وبعيد، واسم الصليب والشيطان الرجيم واستقوا كل هالحكاية بس من اسمه. كيف إذا الكرة الأرضية امتلأت من بئر الهاوية، من جحافل، من الشياطين. بساعة 10 بيذكر، بيقول له تعال فرجيك هلأ السبع ختوم، بعدين شفت السبع أبواق، تعال فرجيك السبع رعود. وبينما عم بيتهيأ ليكتب، مثل ما قال له اكتب من قبل، شو ما قال له اكتب اكتب اكتب، قال له ما تكتب. بصح 10 بيقول له ما تكتب عن سر الرعود السبعة، ولكن اتركوا فيما بعد. مشان هيك في كثير ناس بتسألوا مثلا انه مثلا وشو مستقبل امريكا، مش مذكورة في النبوات، او استراليا، او هيدا البلد او ذاك، وشو بده يصير بهذا، شو بده يصير بهذا. رؤيا يوحنا يقدم لنا بعض الأجوبة على بعض الأسئلة، ولكن في كتير أمور ما بيذكرها وما بنعرف شو رح بيصير، لكن رب تركها لذلك الوقت. لكن أنا بظن إنه إذا الختوم تعني أمور مغلقة ما كانت مكشوفة وكشفها، والأبواق تعرفوا أنتوا لما بيصدح البوق كان بهذاك الوقت معناتها رسالة. لما من زمان كان بالكنايس بالضيع الأجراس تعطي، إذا دقت طن طن معناتها حدا مات، إذا دقت بفرح معناتها حدا عنده عم يتجوز أو معناتها عيد. دائما كان يكون في بكل ثقافة معينة كان يكون في علامات معينة. الأبواق بالزمن القديم كانت هي الراديو، كانت هي الراديو. إذا صدح البوق بشكل معين معناتها مالك مات الملك، إذا صدح البوق بشكل معين معناتها ولد ولد للملك، إذا صدح بطريقة تانية معناتها تهيل الحرب في معركة أو في خطر أو بدنا نعمل دفاع أو بوق تتتتا معناتها في هجوم. فكانت الأبواق عم تعلن عن أمور معينة. طيب إذا البوق يعلن عن شيء معين، الرعود بهالمعنى هذا شو عم تعلن؟ عم تعلن عن رعد، عن أصوات ضخمة، عن أمور عنيفة سوف تأتي إلى هذا العالم. وبيقول برؤية 11 إنه في ملكين، عفواً شاهدين، مش ملكين، شاهدين، يلي رح يكونوا عم يشهدوا لمدة 1260 يوم، 3.5 سنين. مين هن هؤلاء الشاهدين؟ البعض بيقولوا موسى وإيليا، لأنه موسى وإيليا ظهروا للرب يسوع المسيح بجبل التجلي. آخرين بيقولوا أخنوخ وإيليا. ليه؟ لأنه أخنوخ وإيليا هن الوحيدين يلي طلعوا على السماء بدون ما يموتوا. أخنوخ الرب أخذوا للسماء، وإيليا طلع بمركبة نارية. البعض بيقولوا لا، دانيال ويوحنا أو يوحنا المعمدان، لأن دانيال قال له الرب اختوم وبالأيام الأخيرة رح تعرف، ويوحنا المعمدان يلي هو كان عم يشهد. عبي كل الأحوال مين ما هن، مين ما كانوا، مش مهم مين هن، المهم شو عم يعملوا. هن واقفين بيورشاليم عم بقول للناس الله الحي موجود، الله الحي موجود، ما تقبلوا سمة الوحش. وراح يحاول كتار ان يقتلون وما راح يقدروا يقتلون، لكن بيقول في الاخر سينتصر عليهما الوحش ويقتلهما ويجعل جثثهم موجوده لمده 3.5 أيام ما يسمح لحدا يدفنها، موجوده. والناس راح شو حابب يعرف؟ راح تفرح، خي خلصنا منهم هول، ببشروا بضل يقولوا يسوع والله حلو عنا بقى، نحن صدقنا ارتحنا من الكنيسه، وليكن الوحش ما أحليه، لأن وقت ببلش حكم الوحش رح يكون
جاي باسم السلام إلى العالم، رح جاي أنا بدي أعمل سلام، ويعني معاهدة سلام والرخاء الاقتصادي، وعم يقعد وأول ثلاث سنين ونص ليكوا الله، لأنه أول ثلاث سنين ونص مش الوحش عم يعملون، الله اللي عم يبعث المصايب، ليكوا الله شو عم يعمل فينا، ليك الله شو عم يعمل فيكم. فرح ينبسطوا إنه هودي الشهود أو الشهدين ماتوا، لكن بعد ثلاث سنين ونص قال الرب رح يعطيهم روح ويقوموا ويطلع أمام عيون كل الناس إلى السماء. عفوا ثلاث أيام، أنتوا ترجموا أنا وقت ثلاث أيام بعملها ثلاث سنين أو بعد ثلاث أشهر، فأنتوا كونوا أذكياء وعرفوا، بس أنا ما مش معناتها مش فهمان، ولكن أوقات بغلبت بالكلام. طلعوا أمام عيون الجميع للسماء والعالم تعجبوا إنه كيف هودي ماتوا طلعوا إلى السماء. الرب دائما عم يضل ينذر الناس ويضل يتكلم مع الناس. حصلت معركة في السماء والشيطان طرح إلى الأرض. وين موجود الشيطان اليوم؟ هو رئيس سلطان الهواء. بإمكان الشيطان اليوم، مش لأنه عنده سلطان، ولكن لما اسمح له يروح يظهر أمام الله. تتذكروا بأيوب راح ظهر أمام الله وتكلم مع الله، لكن راح تحصل معركة والرب راح يزته كرماله، بنزل يعني طرده أول شيء من السماء من مجده، يسمح له يطلع كرئيس سلطان الهواء كرماله عم بي شو بقوله، يحدد له مكان وجوده، يحدد صلاحياته، طرحه إلى الأرض، وبآخر رؤية 19 رح يطرحه في بحيرة النار كرماله نازل نزول. ليه؟ لأنه حط بقلبه أنه يطلع طلوع. انتبهوا يا أحبة، انتبهوا من خطية الكبرياء. الشيطان سوف يضطهد المرأة برؤية 12، والمرأة هي كناية عن شعب إسرائيل يلي من خلالها إجا الرب يسوع المسيح. والشعب اليهودي مرق بمراحل جيدة وسيئة، ومراحل رخاء، ومراحل اضطهاد، ومراحل تملك، ومراحل سبي، مراحل روحية جيدة، ومراحل روحية سيئة، إنكار للمسيح. لكن في شغلة مرافقة لليهود باستمرار، إنه اليهودي لا يمكن أن يسجد إلا لله. هي سورة مناحيم بيجن، أحد رؤساء وزراء إسرائيل، من جريدة بيقول فيها الظاهر إنكم نسيتوا إنه اليهود لا ينحنوه أو لا يسجدوا إلا لله. هلا عم يحكوا بالمعنى السياسي، بس هي الحقيقة إنه ما بيسجد. تتذكر مردخاي؟ كل الناس تسجد لهمان، مردخاي معلى راسه. فلما رح يجي الوحش يقعد في الهيكل ويطلب السجود والعبادة لإله، it will click، رح تطن براسهم لليهود، مع أنه هني هلأ بمرحلة حصلت القساوة جزئية، هلأ عندهم قساوة، متأسوا وما قبلوا المسيح. إليك لما بدهم يجوا يختاروا بين المسيح الناصري أو هيدا الوحش بده يقبل هيكل بده ينا نعبده، رح يوقعوا على حالهم ويفكروا شو عملنا. تعرف زكريا شو بيقول؟ قال وسينوحون عليه كوحيد. شو سينوحون عليه كوحيد؟ تعرف الناس عندهم 7-8 أولاد كان يكون بالعائلة، 9-10-11-12 مثلا بإسرائيل، يعقوب كان 12 ولد، إذا مات الواحد بيجوا الناس شو بيقولوا له؟ الله عزيك ويخلي لك البقوة، ما هيك؟ بس واحد مات له ابنه وحيد شو بتقول له؟ قال رح يبكوا على المسيح كمن ينوح على وحيد، رح يضربوا على راسه يقولوا شو عملنا، صلبنا مسيحنا، صلبنا مخلصنا. ولما رح يرفضوا انه ينحنوا ويسجدوا له رح يبطش فيهم، والضيقة العظيمة ستأتي على العالم كله، ولكن بشكل خاص هي ضيقة يعقوب. الله عم بيأدب شعبه يلي رفضوا ليجيبهم إلى التوبة، مش من عنفه، من محبته. مثل أنت بتحكي مع ابنك بالمنيح مرة واثنين وثلاثة وأربعة وتلاقيه رايح على الدمار، تعمل له كف هيك، مش هون، هون بكندا ما تعمل له كف، كان بدي لك تعمل له كف تلوق له نيعه، هون لا، إذا عملت له كف لوقت له نيعه بتفوت أنت على الحبس. خذه على سوريا وعلى لبنان على مصر وعمل له كف ورشه هونيك. عم نمزح يا ابا، مش مع العنف نحن، ولكن المقصود انه بده هزه حتى يصحى على حاله.
إصحاح 13 تكلمنا عن الوحش يلي مثل النمر وجهه مثل الأسد وعنده عدة رؤوس وعدة قرون والمقصود فيها عدة ممالك رح تأيده وعدة ملوك رح يأيدوه والخروف يلي طالع من الأرض. تأملنا بهذا الموضوع المرة الماضية لأجل ذلك رح نقطع عنه اليوم برؤية 13 وبعدين من 16 ل 17 منشوف الجامات. رح نتأمل بهذه الناحية للأسف مش حقدر أحط لكم كل الإصحاحات قدامكم لكن مثل ما ذكرت إنه هون مش تلت البحر بالجامات البحر كله تحول إلى دم. هلأ تحول إلى دم يعني دم أو نوع من الأسيد يلي فسد مية البحر لكن رح يتحول أحمر وكدمي ميت دم فاسد وتموت كل المخلوقات التي في البحر وكل من عنده سمة الوحش طلع له دمامل خبيثة بثور خبيثة قتلت الناس. من وين بدها تيجي هي أقولكم ما بعرف الله بيقدر أن يطلع دمامل لأنه هيدي بالحي إذا بتلاحظوا الضربات الموجودة برؤية يوحنا شبيهة جدا بالضربات اللي ضربها على مصر أيام فرعون أيام موسى الدمامل الموجودة تحول الماء الدم موجودة الظلم موجود كله موجودين تكرار بس على مستوى العالم كله ولكن بسبب شطارة الإنسان أنتوا بتعرفوا قديش في أسلحة كيميائية وأسلحة غازية وأسلحة بيولوجية وأسلحة جرثومية يزفلتوا عبانهم ونحن وعلى فكرة ما تفكروا إنه هذا الوحش رح يكون كل الناس بأمره ملك الشمال رح يجي يتحارب معه وملك الشرق رح يجي يتحارب معه في عدة جبهات وبشو عم يتحاربوا بالسيف والترس والخنجر انتهت أيامه. مرة واحدة سمعته كان عم يحكي محاضرة في شاب صديقه بالجيش الأمريكي رأى شيء سهرانية على العشاء هو وياه ومرته متعشوا وهيدا الصديق اللي هو بالجيش الأمريكي شغلته يقعد بكاليفورنيا يطير طيارة بأفغانستان على الكمبيوتر وطيارة درون بأفغانستان اللي طايرة فيها سنسرز أدوات حاسة مش ضروري يكون في كاميرا عم بيشوف شخص وقت من الخيال وقت من حرارة جسم الإنسان بيعرف من الإنسان بيشوفه والطيارة بالكاميرا بتحط مثل صليب عليه وهو تيك يكبس تيك كان يحكي وياه قال له الحروب تغيرت أنا كنت اليوم عم قتل ناس بأفغانستان جماعات وأفراد كبس عليهم صف الطيارة هو بمكان طيارة بمكان راح تعشى عشية شغلة بسيطة كتير يا ويلي هو الأمريكان هو دي الإمبريالية الصاينة يعني لو سلاح الأمريكي وقع بسلاح بني داعش لكانوا فتكوا بالمسكوني من زمان أشكر الله أنه هالسلاح مش موجود بأيدي بعض المجانين اللي بهالكرة الأرضية وبالآخر كله خطاطة ما تفكروا عم بيحشن عن حدا بس نحن ربينا بمكان بالعالم على طول نستذنب ونشيطن الغرب وكأن شرقنا مؤلف من ملائكة لكن بتعرفوا أحبائي من بعد هالضربات كلها هيدي وحتى الأنهار مش بس البحر اللي هو مصدر جزء كبير من الطعام لكن الأنهار اللي والينابيع المياه الحلوة لمصدر الشرب كمان تحولت إلى دم. قال له الملاك قال له يا رب أنت عادل أحكامك كل حق إنك تشربهم دم لأنه شبعوا من شرب دم قديسيك. ملايين الملايين عبر التاريخ من المؤمنين انسفك دمهم بدم بارد بأعصاب هادية. ما بعرف سنة الماضي بس أنا بعرف اللي قبله واللي قبله واللي قبله واللي قبله بكل آخر سنة في قرارات مش قرارات إحصاءات تعملها الأمم المتحدة روحوا فتشوا على الإنترنت الديانة المسيحية هي الأكثر تعذب واضطهاد وتقدم شهداء حول العالم
تقرأ أنه هذه السنة مثلاً مات 300,000 أو 350,000 دائماً بعشرات الألاف، وأنا بقول لكم هاي الأعداد أقل من الحقيقة. لمين قادر يروح على كل ضيعة بمجاهل أفريقيا ومجاهل الشرق الأوسط ومجاهل باكستان والهند ويعد الناس اللي عم بموتوا لأجل المسيح؟ شبعوا من شرب دماء قديسيك، فأنت عادل بحق وحق أحكامك أنك تشربهم دم. والرب ليه عم يعمل هالشي؟ اسمعوني يا أحبة، ليه الرب عم يعمل هالشي؟ أول شيء قال لي ينتقم وليمارس عدله. ينتقم يعني هو بينتقم غصب عن رقبة اللي عاجبه ولا مش عاجبه. العالم اليوم بده إله سيسي. بتعرف شو إله سيسي؟ يعني إله مخنت، بيضربوه على وجهه، بحاول بيضربوها، بتضربوا ايه ما عليه، ما تقبروني حبيت، انا بحبكم، بحبك اذا بتتوب، واذا ما بتتوب بده يحط اعدائه في جهنم. وهي الحقيقه عجبت من عجبت واغضبت من اغضبت. مش الله تحت امرنا، نحن تحت امره. بس واحدة من الاسباب اللي عم يعملها الله بتعرفوا شو هي؟ قال لعلهم يتوبوا. واكثر من مره بيقول جدفوا على اسم الله ولم يتوبوا ضيعتوه مجدا. وقت في انسان بيمرق بهز صعب بحياته، بيركض على الكنيسه، قسيس صلي لي، بيصلي بيطلب الرب، في ما بيطلب الرب للاسف، يعني لما الامور بتصير منيحه بينسى الانسان فضل الله عليه. بس في ناس كل ما بصير معهم شيء غلط وينه الله؟ انا بعد متذكر كثير منيح المناسبه او المقابله انا حضرتها شخصيا. لاري كين كان على سي ان ان لما صارت سبتمبر 11 أيلول 2001، واستضاف احد القصص المشهورين بامريكا. انا لما عرفت انه مين مستضيف، انا كنت احب احضر مقابلاته، كان رجل محترم ايام ما كانت الصحافه محترمه. بس لما عرفت مين الرجل اللي عامل معه مقابله حضرته. اول ما تقابل معه رحب فيه، ابتدأ بهذا السؤال: وين كان الله ب 11 أيلول؟ شو يعني؟ يعني بحمل الله مسؤولية، يعني إذا هو موجود يعني إله سيء لأنه سمح ب 11 أيلول، أو إنه مش موجود. قال له: أنت عم تسأل وين كان الله ب 11 أيلول، بحب أنا أسألك وين كان الله ب 10 أيلول وب 9 أيلول و 2001 و 2000. قال له: أنتوا الملحدين طلعتوا الله من المستشفيات، منعتوا ينحط إنجيل وصليب، وطلعتوا الله من المدارس، منعتوا الأولاد أنه يسمعوا عن الله بالمدارس، طلعتوا من المحاكم، طلعتوا من كل مجتمعكم، طلعتوا من حياتكم، ولما بصير في مشكلة بتحملوا لله المسؤولية. بالحقيقة وقاحة الإنسان وصلت إلى السماء. أحبائي، إذا أنت حكيم خيي حبيبي اليوم، مش توقف تتحدى الله، ولكن تيجي بتنحني بتحط راسك قدام تقول له: ارحمنا يا رب نحن خطاة، قل له ارحمني يا رب انا عاصي، قل له يا رب انا خاطي بيني. هيك عمل اشعياء، قال له: انا يا رب ارحمني لاني انا هالك نجس بين شعب نجس. لم يتوبوا ليعطوه المجد. بعد 11 وجدفوا على اله السماء ولم يتوبوا. بالآخر بالآية 21 كأنه ببقى منتظر منه أنه يتوبوا. وجدف الناس على الله من ضربة البرد لأنه كبيرة. هون منشوف الناس عم يحترقوا من الشمس. أحبائي، إذا الله غير بمدار الكرة الأرضية حول الشمس ملي وحدة بالنهار، ميلي يعني في النهار، بعد سنين قليلة نحترق من نار الشمس أو نجلد من ابتعادنا من الشمس. فأنا بقول إذا ربنا غير الأكس المحور تبع الكرة الأرضية شوي صغيرة هيك أو هيك. قال الناس احترقت من حر الشمس وجدفت على الله. مش بس الضربات من الله، الشيطان والوحش عم يفتك بهالناس. مرحلة رهيبة. لكن موضوع البرد، قال وقع برد من السماء على الناس وقتلت الناس. قديش وزن حبة البرد؟ قال ثقلها وزنها. حدا بيعرف قديش تقل الوزنة؟ كم كيلو؟ 40 كيلو. أزايف. نعم؟ لا مش 2.5 كيلو عمي، 40 كيلو. لا يمكن في وزن موديل تاني بس هي 40 كيلو. على كل حال،
تصور 40 كيلو نازلة هابطة. أنا مرة رحت على أستراليا كان عندي خدمة في مدينة اسمها بلاك تاون، مدري بلاكستاون، هونيك كتير يعني بيشبه بيوتنا بيشبه نظامنا بيشبه كندا، لكن الأرميد عندهم هو أرميد حقيقي، أرميد مش مثل عندنا شنجلز أو ورق الزفت. استغربت جزء كبير من المدينة كلها شوادر أزرق أحمر برتقاني أخضر. سألت الأخ لما قلت له شو هالشوادر؟ قال لي من جمعة هون نزل برد، البردة كانت تقريبا قد طابة التنس، شال لي بعدين من جرور الفريزر من عنده شال لي هيك جات حاطط فيه، حمل ثلاثة، أنا مصور بعد عندي الصورة، حمل ثلاثة لأنه إيده ما قدرت تأخذ أكثر من ثلاثة، واحدة هون واحدة هون واحدة هون، هل قد البرد؟ قال لي كسر سطوح السيارات، كسر سطوح البنايات، كسر السيارات، العالم ما بقى تعرف ما بتخبى. كم بالحر لما تنزل وزني 40 كيلو برد على الناس؟ لما نزل برد مش يقولوا يا رب أكلناها، قال وجد فعليه لإله السماء بسبب ضربة البرد. ما في وقت هلا ادخل الموضوع، لكن بيحكي ايضا عن مخلوقه فظيعه اسمها بابل الزاني او الزاني او ام الزواني، يلي رح تكون عندها اتفاق فظيع، هي رح تعطي بركتها للوحش والوحش رح يكون حاملها. بمقصود انه الديانه الاسميه او الناس متدينين ظاهريا رح يؤيدوا هالنظام العالم والنظام العالم يؤيدهم، ولكن فيما بعد رح يرتد الوحش عليها ورح يمزقها. وهي المرة الوحيدة اللي بنشوف فيها الوحش والمؤمنين مبسوطين، لأنه الوحش وجماعته الملوك العشرة رح يمزقوا الزانية، الله حط في قلبهم هيك، والقديسين رح يقولوا خلصنا من أم الزواني يلي قتلت القديسين. ما فيها أدخل بهذا الموضوع، بس بدي لكم شيء، من هي الزانية؟ هي التي تخون زوجها مع شخص آخر، بالمعنى الروحي من العهد القديم للعهد الجديد. من هو الزاني الروحي؟ هو من يعبد الله بالظاهر ولكن بعبادته العملية يعبد شخص آخر. رب يوحد قلوبنا في مخافته. رؤية 19 معركة هرمجدون، سيأتي الحبيب وسنأتي معه، والرب ومعسكر القديسين راح يحاربوا الوحش وكل ممالك الأرض، راح ينشف نهر الفرات ليسهل مجيء جنود من المشرق، عددهم 200,000 يعني 200 مليون واحد جحافل. قال راح توصل الدم في أماكن للجم الخيل. شو لجم الخيل؟ الحصان وراسه في عنده اللجام بتمه، هل قد رح يصير 200 مليون؟ قال تعي وحوش السمكة ليه جتت القتلى، ولكن معركة محسومة النتيجة، محسومة النهاية. الرب يسوع المسيح هو المنتصر وهو سوف ينتصر، وسيجلس المسيح ويدين الأمم الأحياء في ذلك الوقت يلي رفضوه ويلي اجوا عادوه، ورح يموتوا ويدخل مع المؤمنين يلي رفضوا سمة الوحش إلى الملك الألفي. قال شو اسمه لما رح يجي الملك؟ قال مكتوب على فخده اسمه ملك الملوك ورب الأرباب. طيب إذا المسيح هو ملكنا وهو ربنا، فمن نحن إذن؟ سوف يجعلنا ملوك وأرباب، مش آلهة ولكن أسياد نملك معه على هذا العالم. شو بده يصير بالوحش الأول والوحش الثاني؟ رح يجي ملاك يقبض عليهم يطرحهم في بحيرة النار، التنين في بحيرة النار، وكل اللي قبلوا السماء سمة الوحش رح يكونوا هيدا بآخر رؤية 19 في بحيرة النار. ملاك رح ينزل من السماء ويقبض على التنين ويقيدوا لمدة 1000 سنة. لأول مرة بتاريخ الكرة الأرضية من بعد السقوط رح تكون الدنيا بلا شيطان، والمسيح سوف يملك 1000 سنة على الأرض. مرة الجاية بنحكي عن الملك وكيف رح يملك، اليوم شفنا الصورة الصعبة، مرة الجاية رح نشوف الصورة المجيدة. تخيلوا معي ذلك، كرة أرضية بدون لعنة، يعني ما بقى في تصحر،
يعني ما بقى في قطب شمالي وجنوبي، أظن ما بقى في جليد، يعني ما بقى في قتل، ما بقى في سلاح. لا تعود الأمة ترفع سيفا على أمة أخرى، يطبعون سيوفهم سككا، والخروف والأسد يرعيان معا، ولد صغير بمد إيده على جحر الأفعوان أي الحية، والمسيح يكون شخصيا مالك على الأرض، وتجري شعوب المخلصين وتقول هلما نصعد إلى جبل الرب إلى بيت إله يعقوب فنتعلم من طرقه ونسلك في سبله. تصوروا عالم بدون كذابين، وعالم بدون سياسيين مغتصبين، وعالم بدون جريمة، وبتفتح التلفزيون وبتسمع ترانيم، بتشوف برامج حلوة، وبتروح على الشغل بتشتغل، بتعرف انه رح تقبض معاشك من دون ذل، لانه الرب قال رح يعلم الامم العدل والبر والسلام له كل المجد. تصور انك مش مستعد بقى، مش مضطر بقى انك تمرض ويجيك كانسر ويجيك ويمتلك احباء. تصوروا عالم كامل، مدينة أفلاطون اللي بيقال عنها مدينة مثالية غير واقعية، أفلاطون ما شاف إلا جزء صغير، أو ما تكلم ما حلم غير عن جزء صغير من مدينة الرب يسوع المسيح السماوية. ونتأمل بهالموضوع مرة الجاية. دعونا نصلي. أحبائي، نحن لسنا شامتين أو فرحين بالعذاب الذي سيأتي على العالم أبدا، ولا الرب فرحان. هيدا آخر العلاج قال هو الكي، يعني رب نتعامل مع الإنسان وطول باله على الإنسان، وبعت إبراهيم وبعت موسى وبعت الأنبياء وبعت بالآخر ابنه لعلهم يهابون ابني. والحد اليوم بالروح القدس عم يتعامل مع الناس، الكنائس موجودة والمؤمنين والمبشرين والوعاظ موجودين، لكن العالم ما بده ورافضه. نعيش اليوم بالزمن الأخير، زمن الوقاحة، وقاحة الإنسان. إذا عيدت حدا على عيد الميلاد تقول له ميري كريسمس بيزعل منك لأنه عم تعثره، إذا حطيت صليب بيزعلوا منك، قال أنت عم تعثر الناس، أنت عم تضايق الناس، ما بدهم صليب. إذا حكيت بالإنجيل بسكتوك. عالم فاجر بدون مسيح، بدون خلاص. نحن نعيش الأيام الأخيرة والرب قرب يجي، هل أنت مستعد لمجيئه؟ إذا حدا منا يا أحبة كمؤمنين حياتنا فيها خلط، دعونا نتوب. إذا حدا موجود بيناتنا بعد مش متأكد أنه هو مخلص، مش متأكد أنه ولد ولادة، يعني أرجوك قل له يا رب خلصني، هو موجود حدك. بالمناسبة هو بيسمع صرخة قلبك، قل له يا رب سامحني أنا خاطي، أريد أن أخلص، أسلمك حياتي، أريد أن أتبعك، علمني رضاك، علمني إطاعتك. لأن لو أجا المسيح اليوم المؤمنين رح يروحوا معه، والغير مؤمنين بيكونوا دخلوا بمرحلة السبع سنين اللي حكينا عنها. هذا الكلام اللي أنا حكيته اليوم يا أخوي مش كلامي، مش أنا كتبت سفر الرؤيا، ولو عزت عن شيء أنا بحبه يجرى، لكن هيدي الحقيقة، هاي الحقيقة، هيدا الرب كتبه. كل شيء عملته أنا أنه جربت وصل المكتوب. فإذا أنت عجبك الكلام اشكره، إذا ما عجبك الكلام الأمر بينك وبينه. أنا رسول ووصلت الرسالة، يا ربي يسوع يوما ما أتيت أرضنا كطفل صغير في مذود بسيط حقير لتموت عنا، ويوما ما ستأتي كعريس لتخطفنا ثم ترجع كملك
لتحكم على هذا العالم. نحبك في مذودك، ونحبك ونجلك على صليبك، ونحبك كعريسنا، ونحبك كرئيسنا. إلك المجد وإلك الشكر، أنت العادل بكل طرقك، أنت الصادق في كل مواعيدك، أنت غافر الذنوب والإثم وصافح عن المعصية والخطية، أنت الذي تحب الإنسان الخاطئ الضعيف، أنت الذي لا تزال تدعو الإنسان تقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. أشكرك يا رب لأنك خلصتنا، أشكرك عرفتنا عليك. بارك كل إخوتي الحاضرين، بارك عائلاتنا صغارنا وكبارنا، وساعدنا أن نعيش لك ونعطيك المجد يا رب في هذه الكنيسة. لك المجد في المسيح يسوع إلى جميع أجيال دهر الدهور. آمين.